ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من لندن الصحفي الرياضي سلام المناصيري. سيد سلام، كيف تترجم سقوط برشلونة مرة أخرى أمام روما؟ مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الغد الأعزاء. طبعا هي كما تعلمين هذه مباراة إعدادية، وما ممكن بأن نحكم على برشلونة بأنه سقط بهذه النتيجة برباعية جديدة أمام روما، وكأننا نعيد إلى لتان خروج برشلونة في الموسم السابق عندما خرج من دوري أبطال أوروبا على يد روما وتلك الرومونتادا الشهيرة. هذه المباريات إعدادية تحضيرية، قد غاب الكثير من النجوم خصوصا نجوم برشلونة، ولكنها تسجل علامات ملاحظات واستفهام كثير حول طريقة لعب المدرب فالفيردي الذي ما زال يتمسك بهذه الطريقة حتى بعد الخسارة. قال لن أغير طريقة اللعب، رغم إدارة طبعا برشلونة ما زالت تدعم الفريق الكتالوني بمزيد من الصفقات. وطبعا سيكون التحدي الأكبر لبرشلونة في الموسم الجديد هو انتزاع لقب دوري أبطال أوروبا وعدم تكرار الإخفاقات خلال السنوات الماضية، وهو الخروج من الدور الربع النهائي. طيب، هل خسارة ريال مدريد أمام مانشستر يونايتد له علاقة بفقدان لاعب مثل رونالدو؟ طبعا كذلك الكلام ينطبق يعني على ريال مدريد الذي شارك بتشكيله، كان جل هذه التشكيله من اللاعبين الشباب، وخصوصا يعني يتكلم في الشوط الاول وكذلك في الشوط الثاني بعض المواهب الجديده مثل اللاعب، نتكلم على فينيوسيس جونيور هذا الموهبه البرازيليه. ولكن اتفق معك فعلا، ريال مدريد اذا ما اراد بان ينتزع على اقل تقدير الليغا الاسبانيه بان لابد ان يوقع مع لاعب يترجم ويقتنص الفرص. ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو اللاعب الذي كان يسجل على مدار الموسم أكثر من 50 هدف في جميع البطولات هو لديه مشكلة كبيرة جدا. أعتقد بل أؤكد وأجزم بأن جارث بيل وبنزيما لن يكونا قادرين فعلا على سد الفراغ، ولهذا ريال مدريد أمام مهمة صعبة جدا خلال البطولات القادمة، إلا إذا طبعا فيورنتينو بيريز قد ربما يفاجئ الجميع بصفقة تكون هي صفقة تهديفية يعني تقتنص الفرص التي طبعا في مباراة ريال مدريد الكثيرة. نعم. طب بالحديث عن توتنهام وميلان، كيف ترى أداء الفريقين؟ بكل صراحة توتنهام هو الفريق الأكثر استقرارا فنيا على مستوى المدربين وكذلك على مستوى اللاعبين. توتنهام هو الفريق حتى في هذه البطولة الودية هو كان يعني هو من استطاع بأن يسجل فوزين وكذلك تعادل كان أمام فريق برشلونة، خسر طبعا بركلات الترجيح، ولكن تعتبر هذه النتيجة هي نتيجة التعادل. بينما ميلان كما تعلمين بأنه ميلان بقيادة المدرب الإيطالي كاتوزا يعني يحتاج الكثير، وهناك بعض الأنباء التي تقول بأن هوغواين ربما سينتقل من فريق السيد العجوز يوفانتس إلى ميلان، وهذه صفقة تكون صفقة مميزة جدا لفريق الميلان من أجل أن يعود لكي ينافس على جميع البطولات الإيطالية والأوروبية. نعم، الصحفي الرياضي سلام المناصيري، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به.